وأكيد المتحور الجديد عامل حالة قلق كبيرة جدا بالنسبة للعالم كله. قيل إن هو بيشمل على 50 طفرة جينية. عايز أعرف من حضرتك إيه دلالة هذه الأرقام، وهل ده فعلا كفيل إن هو يسبب هذا الرعب للعالم كله؟ جزاكم الله خير. طبعا هو كما تفضلت، يعني للأسف المتحور الجديد أثار نوع من الرعب والقلق والهلع بين الناس بسبب ما يعني نشر عنه في مختلف وسائل التواصل، سواء الاجتماعي أو المنصات الإعلامية المعروفة. ولكن يعني على حسب البيانات التي وردت إلينا من جنوب أفريقيا وكذلك من بوتسوانا وبعض الدول التي سجلت هذه الحالات والتي تصل إلى أكثر من 10 دول، لا توجد حاليا معلومات تشير، يعني على سبيل المثال، أنه الأعراض المرتبطة بهذا المتحور تختلف عن تلك الموجودة في المتحورات الأخرى السابقة. ولكن على حسب البيانات هذه تشير الأدلة الأولية أنه هذا التحور يتميز ببعض الجوانب قد لا تكون في المتحورات الأخرى. على سبيل المثال كما تفضلت، يعني عدد الطفرات التي حصلت في هذا المتحور هي كثيرة جدا، ويعني تحتاج إلى دراسة تفصيلية حتى تمكننا من معرفة مدى خطورة انتشار وسرعة انتشار هذا المرض وخامة الأعراض، مقاومته على سبيل المثال للقاحات المعروفة، وكذلك احتياجات أخرى يعني قد تلتزم بها النظم الصحية في هذه الدول. طبعا كما هو ملاحظ، يعني في جنوب أفريقيا زاد عدد الإصابات خلال هذه الفترة، ويرجح ذلك إلى هذا المتحور. والجيد أن ولله الحمد حتى الآن المعينات أو الاختبارات التي تجرى المعروفة والمستخدمة حاليا تمكننا من اكتشاف هذا المتحور، وكذلك يعني لا زالت كما ذكرت اللقاحات المستخدمة تتعامل وتتناسب مع هذا المتحور. نعم، يمكن في الجزئية دي دكتور أحمد اختلفت الآراء شوية. في بعض الناس قالت أن اللقاحات الموجودة بشكلها الحالي هي معدة سلفا للمتحور بشكله التقليدي، أو حتى الفيروس بشكله التقليدي القديم اللي ظهر به في 2019 وغير قادر على مواجهة المتحور الجديد أوميكرون. أعرف من حضرتك هل هذا الطرح سابق لأوانه ولا فعلا المعلومات دي قد تكون صحيحة؟ والله هو ممكن كما تفضلت، يعني هذا الطرح سابق لأوانه حتى نتمكن من دراسة البيانات التي ترد إلينا من هذه الدول، وخصوصا فيما يخص التسلسل الجينومي لمعرفة التغيرات التي حصلت وبالتالي مناسبة هذه أو يعني فعالية هذه اللقاحات في هذا المتحور. ولكن على حسب البيانات التي توجد لدينا حاليا أنه لا يوجد هناك يعني مناعة ضد اللقاحات المتوفرة حاليا. ما زلنا يعني نستمر في دراسة هذا المتحور وتركيبته الجينية حتى تمكننا من التعرف على ما ذكرت به، يعني من فعالية هذه اللقاحات. نعم، لو عقدت وجه مقارنة ما بين الأوميكرون وما بين الدلتا على سبيل المثال بوصفهم أحدث متحورين، إزاي ممكن نقارن ما بين الاثنين وأيهما أخطر من وجهة نظرك يا دكتور أحمد؟ وطبعا المقارنة قد تكون غير نوعا ما مناسبة، لأنه كما هو معروف يعني كلما زاد انتشار الفيروس بين البشر كلما زادت نسبة التحور، والتحور هنا يعني تغيير في التركيبة الجينية. فهذه يعني أول ملاحظة ممكن القول فيها أو عنها فيما يخص المقارنة، يعني في تغييرات جينية تحصل في ما بين المتحورين. يعني طبعا التغييرات عددها في المتحور دلتا قليل مقارنة بالتغييرات التي حصلت في المتحور الحالي، وهذا بالتالي يؤدي إلى التغييرات الأخرى، يعني فعالية اللقاحات، فعالية المعينات المختبرية والاختبارات التي تجرى حاليا. أما فيما يخص الأعراض كما ذكرت سابقا هي لا تتغير عن الأعراض السابقة المعروفة لكوفيد بشكل عام، يعني وبالأخص طبعا في دلتا قد يكون تختلف من حيث يعني يمكن شدتها، لكن ما زالت الدراسات مستمرة.